السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في قناه يوميات سوما المصريه. والنهارده معانا فيديو جديد. الفيديو بتاعنا النهارده، طبعا كلنا بنحب فيديوهات المشتريات، والفيديو بتاعنا النهارده فيديو مشتريات، بس مشتريات مختلفه شويه. هي مشتريات شخصيه ومشتريات كمان للاعمال اليدويه والحاجات اللي انا بعملها في البيت. طبعا ما كانش عندي خامات، بس لقيت ان انتوا بتحبوا قوي شغل اعاده التدوير والحاجات دي، فقررت ان انا اشتري شوية خامات علشان خاطر هحتاجها ان شاء الله لما نيجي نعمل اعادة تدوير لحاجات كتيرة قوي جاية ان شاء الله. طيب هنبدأ بايه؟ تعالوا يلا نبدأ اول حاجة بالمشتريات الشخصية اللي انا اشتريتها لنفسي، يعني حاجات كانت ناقصاني وعجبتني فاشتريتها. بصوا كده، بسم الله، بصوا دي كده اول حاجه، شايفين؟ ايه رايكم بقى في الشنطه دي؟ اهي هو ده شكلها. هي شكلها بصراحه اول لما شفتها، هما انا اشتريت شنطتين بس خطفوني جدا، يعني عجبوني جدا. شايفين بقى خامتهم حلوه، بصوا كده، هنا فيها سوسته كده، فيها هنا كده مكانين جوه، هي واسعه جدا طبعا. شايفين انا بنزل ايدي لغايه فين؟ كمان معاها الحزام ده، بس هو ملوش لازمه قوي، يعني هو متهيألي دي اطول منه، بس هو جاي معاها كده يعني. تمام اهو، ده كده شكلها. الظهر مفهوش اي حاجه خالص، هو بس الشكل من قدام، هو جميل جدا وشدني. الشنطه دي بكام؟ الشنط يا جماعه مش لازم تكون قيمه يعني علشان اشيلها، ممكن شنطه تأدي الغرض وتبقى شكلها جميل وشيك جدا، وزي ما انتم شايفين شكلها حلو وما بتقولش لا. فالشنطه دي زي ما انتم شايفين شكلها وخامتها، الشنطه دي ب 65 جنيه، مش اكتر من كده. في محلات بتبيع نفس الخامه بتبيعها ب 130 جنيه، مش هنا شويه. طبعا انا اشتريتها من على العربيه في الشارع، برضو في العتبه، يعني اشتريتها من العتبه، من العربيات اللي هي بتبقى فرشه في الشارع وعارضه الحاجات بتاعتها. هو قال لي هي بتتباع فعلا في المحلات باغلى من كده، ولو عايزه تفصلي بصراحه روحي جيبيها من المحلات لان انا مش بفصل. فقلت كويس جدا ان هو مش بيفصل، معنى كده ان هو مش مغلي علينا جامد، فاشتريت منه. سالت عليها بعد ما مشينا شويه قدام، لقيت عربيه اخت العربيه بالظبط. يا سيدي بكام؟ قال ب 80 جنيه. بكام وبنفصل وبتاع؟ قال لا، ده هي 80 جنيه عاد ليها لازمه، مش بفاصل، هي ب 80 جنيه. فحمدت ربنا ان انا لقيت واحد عنده ضمير واداها لنا ب 65 جنيه، هي واختها طبعا. اي حاجه عنده قطع العربيه ب 65 جنيه. طبعا عجبتني جدا وشكلها حلو جدا زي ما انتم شايفين، وكمان تقفلها كويس مش وحش، وكمان انا مش بخرج كتير عشان كده مش محتاجه حاجه من اللي هي يعني خلاص، يعني اللي هي العتيقه دي. كمان جبت دي، ايه رايكم بقى؟ يلا نفرجها مع بعض. عجبني قوي اللون الكشمير ده، اللون الجديد دوت. طبعا عندي حاجه تليق عليه، بس ما كانش عندي وقت ان انا انزل من الولاد، فما صدقت جت فرصه ان انا انزل، قمت جايبها على طول اول لما شفتها. شكلها برضو عجبني، الاتنين شدوني على نفس العربيه، والله العظيم ما اتحركتش، هي نفس العربيه. اشتريت من عنده الاتنين، بس بصراحه حلوه جدا. الحزام بتاعها اللي هو اللي هي ممكن تتشال منه كروست ديت اطول من التاني. خامتها برضو جميله جدا، برضو بتتفتح من هنا كده اهو، وفيها برضو فتحتين زي ما انتم شايفين، برضو واسعه هي، بس ما فيهاش سوست داخليه، بس كده كده ما بحتاجش السوست الداخليه في حاجه، بس بقيت احتاج الشنط كبيره شويه علشان خاطر انتوا عارفين بقى البامبرزات بتاعت الولاد، الحاجات اللي انا ممكن احتاجها وانا خارجه، فبقيت احتاج الشنط الكبيره كده شويه. فعجبتني قوي اول لما شفتها، وكمان لقيتها ماشيه مع الحاجات اللي عندي. دي برضو ب 65 جنيه، ودي برضو نفس الكلام، لما عدينا قدام قال لنا ب 80 جنيه وما فيهاش فصال، بس هي الراجل ده كان شويه عنده ضمير فاداها لنا ب 65 جنيه. تمام، يبقى كده الشنطتين دول اهم. تمام، جبنا ايه كمان؟ انا رحت درب البرابره. درب البرابره بتمشي في شارع الجيش، وبعدين من شارع الجيش اول ما بتنزلي من ميدان العتبه بتقول لهم فين شارع الجيش، بيوصلوكي لغايه هناك، ناس بتدلك يعني. هتروحي لغايه شارع الجيش هتلاقي ناس بتوع
بتاع ديت اسمها ايه، اباليج وحاجات كده اهوت على اليمين. هتسألي الناس دي فين درب البرابرة، هيقولوا لك قدام شوية. هتلاقي على اول الشارع بتاع درب البرابرة الناس اللي هي بتبيع المستلزمات، الحاجات بتاعت المواليد والسبوع والحاجات دي. هو ده شارع درب البرابرة من بره. اشتريت من الشارع ده من جوه، بعد ما بتدخلي جوه بتقولي لهم عايزة اوصل للشارع اللي هو بتاع الخردوات، درب البرابرة جوه الشارع، بتقول لهم عايزة اوصل للمحلات بتاعت الخردواتي، بيدلوكي هو يا دوبك بس بتكسري يمين. يعني انت بتبقي جوه الشارع بتكسري يمين، بتبقي في شارع تاني خالص كله اللي هي الخردوات والحاجات دي. عفوا. اشتريت من عنده الاسترسات ديت، زي ما انتم شايفين كده، دي اللفه على بعضها ديت هنا بنشتريها بالمتر، يعني بيبقى سعرها غالي جدا. كخامات يعني عندي هنا في البلد بتبقى يعني ايه نوجدت، بتبقى صعب جدا ان اسعارها بتبقى عاليه قوي. فقررت ان انا اجيب لفه كده على بعضها زي ما انتم شايفين، من كل لون ديت كده ب 40 جنيه لفه كامله، ودي ب 45. هو قال لي عشان لونها ذهبي مش فاضي، يبقى دي ب 40 ودي ب 45. جبت كمان ايه، طبعا ما اشتريتش من محل واحد، من محلات كتير، علشان ما تقولوليش بس محل اسمه ايه، من كذا محل. هو الشارع كله كله بيبيع نفس الحاجات. اشتريت كمان شرايط الستان دي، البكرة ب 3 جنيه تمام. اشتريت اللون هو البامبا الابيض الفيروزي، احمر موف اسود، وكمان استوكال تمام. اشتريت ايه كمان، بصوا كده، انا عندي طبعا مسدس الشمع وكنت بحتاج له شمع كتير قوي، فهنا برضو بيتباع الصباع واحد ب 2 جنيه ونص، فقررت ان انا اشتري كيلو على بعضه من هناك. الكيلو ده عامل كام؟ الكيلو عامل 45 جنيه. في ناس بتبيعه من بدايه من 45 لغايه 55 على حسب التاجر اللي انت هتدخلي عنده، بس هو بيتباع ب 45 جنيه. طب انا لو جيت عوزت اخد نص كيلو، لا بيبقى سعره مختلف، لان هو بيقول لي انت كده خرجتي بره الجمله وكده هتاخدي قطاعي، فهعلي عليك السعر. فهو الحل الوحيد ان انت تاخدي كيلو على بعضه علشان يوفر معاكي، فانا اخدت كيلو على بعضه لاني دايما بحتاجه. جبنا ايه كمان، بصوا يا جماعه، بسم الله، جبت كده الكلفه دي 18 متر، دولت 18 متر، اسمه توب تقريبا، قال اسمه توب اهو، بيتباع كده، هو بيبقى متعلق كده على بعضه. ال 18 متر ب 35 جنيه الابيض زي الالوان. جبت كمان التوب اللي هو الالوان اهو، بيبقى متعلق كده. ال 15 18 متر يا جماعه، 18 متر ب 35 جنيه، سواء الوان سواء ابيض، اي حاجه منهم الاثنين بتبقى بنفس السعر. طيب جبنا ايه تاني، كنت محتاجة الورد اللي هو الأزرق دوت، الكيس ده بيتباع ب 5 جنيه اهو، في ورد كتير جدا ما شاء الله جوه ب 5 جنيه. جبت كمان بصوا كده العيون اللي هي بتاعت العرايس بقى، بتاعت الألعاب، بتاعت أيا يكن، بتاعت أي حاجة، الكيس ده ب 5 جنيه. طبعا هنا بتتباع عندنا بالواحدة تمام، الواحدة بنص جنيه، يعني الاتنين بجنيه، شوفوا بقى بيكسبوا ايه في الكيس ده. طيب جبت ايه كمان، جبت اللعاب اللي هي اللولي دي، بصوا كده العقد طويل قوي، بصوا قد ايه، كده 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 اهو العقد على بعضه. انت بقى طبعا بتاخدي منه زي ما انت عايزه على حسب استخدامك، العقد كامل على بعضه ب 8 جنيه. جبت اللون دوت وجبت اللون ده كمان، عجبني قوي، الواحد ب 8 جنيه. جبت ايه تاني، جبت الورق الفوم دوت، طبعا كنا بنجيبه ب 18 جنيه، بس مع زيادة الأسعار زاد بقى ب 20 جنيه. في طبعا كذا لون جوه اهو، في 10 ألوان مختلفة، دوت ب 20 جنيه. جبت كمان ده، الكيس دوت طبعا لاستخدامات كتير، الكبير منه كان ب 45 جنيه، الكيس الكبير دوت، الكيس الصغير ب 20 جنيه بس تمام. جبت كمان الورود دي، طبعا الكيس على بعضه
الكيس على بعضه زي ما انتوا شايفين، في كذا ورده، 2 4 6 8 10 12 ورده. الكيس ب 5 جنيه. عجبني شكله طبعا، في منه الكبير ب 60 وحاجات كده، فجبت دوت. جبت منه الفيروزي والبينك دوت، الروز دوت، وجبت كمان الاسود، وجبت اللون الابيض. الالوان دي عجبتني قوي. الواحد ب 5 جنيه بس، هو بيبقى ملفوف مع بعضه بسلك كده ورا، وانت تقدري ان انت تفكي السلك وتركبيه بقى على اي حاجه. يعني هو السلك ملفوف مع بعضه، تفكي بقى السلك وتركبيه على توكه، على بتاع، زي ما تحبي. تمام. جبنا ايه تاني؟ جبت دي المزوره دي اللي هي بتاعه القياس، عملت فيها ست النصحه، واول لما لقيته عند اول محل قلت ايه ده، انا اخده علشان خاطر ما انساهوش. اتاري الشارع كله مليان جوه، كنت شارياه من بره الشارع اللي هو اللي بره ده الصيني، في اللي هو مش عارفه تقريبا صناعه ياباني تقريبا او حاجه كده، المهم حاجه نظيفه يعني، ب 15 جنيه دوت. انا اشتريته من بره بكام بقى؟ ب 10 جنيه. دخلت جوه درب البرابره لقيته بيتباع ب 3 جنيه ونص، عرفت ان انا ناصحه قوي ساعتها. 3 جنيه ونص جوه، بس انا اشتريته ب 10 جنيه. تمام. جبت كمان اخر حاجه دوت، زي ما انتم شايفين شكلها حلو جدا، دي من اكتر الحاجات اللي بسطتني ان انا لقيتها هناك. طبعا دخلت درب البرابره لقيت حاجات كتير من الانواع ديت، بس انا عجبني الشكل ده قوي، وكمان ارخص من الانواع التانية لان هي بتتباع اغلى شويه اللي هي فرداني. فدولك على بعض الاربعه ب 130 جنيه. طبعا انا شفتهم بيتباعوا في على الفيس وكده اغلى من كده بكتير، فعجبوني اول لما شفتهم. بصوا هي الخامة بتاعتهم اللي هي عارفين اللي هي بتاعت المجات دي، ملزوقة من جوه بشمع، وشكلها كده اهو، شكلها كيوت قوي وحلوة جدا، ممكن تتعلق من اليد بتاعته دي، ممكن كمان تتساب كده زي ما هي، تتحط كده ديكور. شكلهم تحفة تحفة تحفة، وكمان خامتهم حلوة جدا، وزي ما قلنا سعرهم 130 جنيه. لو هتاخدي الواحده فرت بيبيعها لك تقريبا ب 35 جنيه، وهي حجمها صغير كده اهو زي ما انتم شايفين اهوت، بس شيك جدا جدا جدا. طبعا انا جايباها استخدمها في التصوير لان شكلها عجبني. ودي كده المشتريات بتاعتي النهارده، اتمنى اكون افدتكم، واتمنى اكون وضحت لكم العنوان بالظبط. وبكده الفيديو بتاعنا يكون انتهى النهارده، اتمنى يكون الفيديو بتاعنا عجبكم، ولو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب، وهستنى تعليقكم الجميل تقول لي ايه رايكم وتضحك عليا في ايه بالظبط. واخر حاجه اقولها لكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.